يو والله ها ها هاك هاك وربي هاكر يا شباب هاي وصلنا لأعلى المستويات طراد اسمك للمامات طراد اسمك للمامات فاتحنا ثلاث قنوات ماشي علي بروح بشتري شوية أكل هيك على السريع وبرجع أنا بس ماشي عبد ماشي عبدو ماشي في انتظارك أنا يلا ماشي أردن جي جي مبروك يا شباب للمنتخب المصري الشقيق وهارد لك للمنتخب الأردني كانت مباراة أسطورية والله بينما والله ما قصر ولا أرادنا كمان والله بس والله تعبوا والله. تعبوا الفريقين تعبوا والله الفريقين تعبوا طولت المباراة كثير والله أي صح والله يا علي تعبوا أنا عم مشكلة بس يلا جي 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 ما احنا ربحانين يا علي الفريقين عربيين يعني عارف آه 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 والله سواء فازت الأردن ولا مصر فريقين واحد كلنا صح كولات علي عندنا البربره يا شباب اللوكار يا حمار علي وين درعاوي الشله القديمه والله يا قلبي كل واحد انشغل كل واحد عنده شيء مشغول فيه موجودين بس شباب يعني اه ما تنك يعني شوف الناس المحظورة بسبب الناس شو؟ هل شو بتعمل؟ المحظورة بسبب بسبب الماتش اللي كان يسب الحضر لا تسبوا يا شباب لا تسبوا حاولوا دائما تشجعوا باحترام وتعطوا رايكم باحترام بدون فكرة المشرفين بيحضروا طبعا انت لما تيجي تسب يا قلت المشرفين راح يحضروك شيء طبيعي شوف مسكينة هذه مسكينة ما تعرف تلعب عليها يو اعطاني منطب ايمك ضايع بعد التحديث يعني انا ايمي ضايع من يوم يومه يا قلب مين قال لك انه انا في يوم من الايام كنت وايت كفو علي حبيبي يا فرجة منور يا قلب لا شو اللاد من وين شجر يا شجرة
يو والله. ها السلام عليكم. وعليكم السلام. هلو نيرو. ثلاثة واحد فازوا مصر. تو من وين من وين من وين هذا؟ لا تقولوا لي هذا هو اللي قتل. شيل عن ام اللاق اللي عنده. هذا كيف؟ لا يا حرام. ها ها هاك هاك وربي هاكر يا شباب. هاي شباب لحظة بالله هاي سرعتها طبيعية. بالله يا شباب هاي سرعتها طبيعية. لحظة 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 والله بشوف باللايف. ليه ما شارك في اللوكي دراو؟ شارك يا اساطير اقوى جوار في اللوكي دراو. لحظة هذه البنت اللي حط اللوكي دراو جديد مصر يا قلبي. هاي مصر والأردن حلوة يا قلبي. شباب لا تدخلوني في فتن. متابعيني كلهم أغلبهم من مصر ومن الأردن.